هنا في مدرسة الفيوم للفخار، وهي مدرسة اللي أسستها الفنانة السويسرية إيفلين كوري، وهي كانت خزافة استقرت بشكل دائم في قرية تونس في الفيوم من سبعينات القرن الماضي، وقررت إن هي تعلم أطفال القرية حرفة الخزف. ابتدت المشروع ده أو ابتدت الحركة أو المبادرة دي في ثمانينات القرن الماضي، في أواخر ثمانينات القرن الماضي سنة 1988 تم تأسيس المدرسة، ابتدت إن هي تستقبل أطفال القرية لتعلمهم حرفة الخزف في قرية تونس. الفخار أو الخزف اللي بيتعمل هنا هو بيتعمل من خلال طينة اسمها الطينة الأسواني، والطينة الأسواني دي بتتمزج بنوعين مختلفين من الطين، اسمه طين بوركلي وطين كاولين، وبيتعمل بيتم تشكيل الفخار على الدولاب او عجلة الفخراني او الدولاب الفخار، وبعد كده بيتم الرسم عليه واضافة الالوان واضافة مادة الجليز او مادة اللي هي بتدي لمعان للفخار، وبعد كده بيتم حرقه في الافران المعدة لحرق الخزف في المدرسة هنا. المدرسة طلعت أجيال من الخزافين، حوالي 3 أجيال، وقرية تونس تعتبر واحدة من القرى المشهورة في مصر كلها لحرفة الفخار. الفخار اللي بيتعمل هنا بيتباع أغلبه للسياح اللي بيزوروا القرية، وكمان بيتباع في القاهرة، وكمان بيتم تصديره لبره مصر في أوروبا وفي أمريكا. المدرسة تعتبر أو المدرسة الفخار تعتبر واحدة من أهم أدوات التنمية اللي حصلت في القرية، واللي خلت قرية تونس واحدة من أهم المقاصد السياحية في الفيوم، مش بس الفيوم كمان في مصر، يعني تعتبر واحدة من القرى السياحية اللي بيتم زيارتها في فصل الشتاء في محافظة الفيوم. فده تم يعني حرفة الفخار انعكست بشكل كبير جدا على ان القرية تعتبر او تخلي القرية وتجعل القرية واحدة من اهم المقاصد السياحية في الفيوم.